السلام عليكم. منذ فترة طويلة جذبت القارة الأكثر غموضاً أنتاركتيكا انتباه الباحثين والرواد إليها، وخاصة عشاق نظرية المؤامرة. من بين جميع القارات على كوكبنا، نحن لا نعرف إلا القليل عن قارة أنتاركتيكا. بشكل أدق، لا نعرف إلا القليل عما يوجد تحت الجليد. قديماً لم يكن لدى العلماء أو اليوفولوجين، وهم علماء يقومون بدراسة الأجسام الطائرة المجهولة، فرصة لاستكشاف قارة أنتاركتيكا. ولكن مؤخرا ساعدت التكنولوجيا في تغيير الأشياء، والآن أصبحت الاكتشافات المذهلة لقارة أنتاركتيكا لا تثير دهشة السكان العاديين فقط، ولكن أيضا العلماء البارزين. أهلا ومرحبا بكم في قناة هل تعلم علوم وتكنولوجيا. سوف نعرض لكم في هذا الفيديو أكثر الاكتشافات غموضا وإثارة للاهتمام، والتي تم العثور عليها في القطب الجنوبي. ولكن قبل أن نبدأ، أذكركم بالاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات حتى لا يفوتكم الفيديو الأكثر روعة غدا. والآن هيا لنبدأ. أولا، مخلوق غامض في هوية ضخمة. تمكنت قارة أنتاركتيكا على مدار آلاف السنين من الحفاظ على أسرارها، لكن الاحترار العالمي الناجم على الأنشطة البشرية أدى إلى ذوبان الأنهار الجليدية، والتي بفضلها تمكن العلماء مؤخرا من العثور على عدد من الاكتشافات المذهلة. وواحدة من أكثر الاكتشافات إثارة للاهتمام هو العثور مرة أخرى على فجوة ضخمة في أنتاركتيكا. على بعد مئات الكيلومترات من خط تمزق الأنهار الجليدية، تم العثور في الآونة الأخيرة على حفرة ذات حجم عملاق، والتي تشبه في معالمها هولندا. وفقا للتحقيقات، فإن عمق هذه الحفرة يبلغ عدة كيلومترات. لا يفهم العلماء كيف يمكن أن تتشكل هاوية ضخمة في هذه المنطقة، لأنه في جميع النواحي لا ينبغي أن تتشكل هاوية. والآن يستعد العلماء للقيام برحلة خاصة إلى الهاوية التي تم العثور عليها في الجليد، والذي دفعهم إلى ذلك هو اكتشاف آخر مذهل تم العثور عليه مؤخرا في هذه المنطقة، يوجد بالقرب من الحفرة وأيضا بالقرب من الشاطئ. لقد اكتشف الباحثون مخلوقا بحري لم يسبق له مثيل، ويعتقد العلماء أنه من فصيلة الأسماك، وأطلقوا عليه الكيمبر ذو الأنف الطويل. خلال الحملة القادمة يعتزم العلماء على التعامل مع هذه الاكتشافات لإثبات طبيعتها الحقيقية. ثانيا، كشاف غامض. نتيجة للذوبان الجليدي في القارة القطبية الجنوبية، اتضح أن هناك سرا آخر لهذه القارة المدروسة بشكل قليل. في الآونة الأخيرة اكتشف العلماء في المساحات المفتوحة في أنتاركتيكا شيئا غريبا، عبارة عن كشاف موضعي أو بشكل أدق مصدر ضوء. هذا الشيء الغريب لديه هيكل على هيئة بتلات مثل الزهرة. يقوم هذا الشيء المسمى بالكشاف بإصدار أشعة من الضوء سميكة، ولكن في نفس الوقت أشعة قصيرة. مصدر الضوء الذي تم العثور عليه يقع مباشرة على الثلج، وبطبيعة الحال يقول مناظري المؤامرة أنه لا يمكن القيام بذلك دون تدخل ممثلي الأجناس الغريبة. فمن المفترض أن هذا الكشاف يقوم بإرسال إشارة إلى الفضاء، وبهذه الطريقة يعمل كنقطة مرجعية للأجانب الذين يزورون أنتاركتيكا بانتظام. لم يعلق ممثلو العلوم الرسمية بعد على طبيعة أصل هذا الكشاف الغامض في منطقة التربة الساقعية. ثالثا، سلم. يظهر بانتظام على جميع مواقع الانترنت المختلفة صور للتضاريس في أنتاركتيكا. عصر التكنولوجيا المتقدمة أدى إلى ظهور متخصصين جدد يطلق عليهم علماء الآثار الافتراضيين، وذلك لأنهم يشاركون ملاحظاتهم على الانترنت. على الرغم من أن جميع الاكتشافات التي عثروا عليها في حقيقة الأمر ليست إلا فرضيات مؤكدة فقط، ففي العام الماضي لاحظ علماء الآثار الافتراضيون شيئا غريبا في إحدى الصور على هيئة سلم يؤدي إلى جبل. وعند الوقوف على الجليد، قد يبدو هذا الاكتشاف بشكل عام هو بداية لمدينة قديمة، وقد رفض العلماء وحتى الآن التعليق على هذا الإنشاء، حتى طرح مستخدمو الإنترنت افتراضاتهم وتخميناتهم المتعلقة بهذا الأمر. رابعا، عدد من الأشياء الغريبة والمتطابقة. وها هو اكتشاف غريب آخر تم العثور عليه في أنتاركتيكا باستخدام خرائط جوجل مابس. تم العثور على عدد من الأشياء الغريبة والمتطابقة تماما. إذا قمت بإدخال هذه الإحداثيات التي تراها أمامك الآن على الشاشة في برنامج جوجل مابس، حينها سترى على أراضي أنتاركتيكا أشياء مذهلة للغاية، تشكل معا خط مستقيما واحد يبلغ طوله كيلومتر تقريبا، وهو أمر يصعب جدا تسميته مع التكوينات الطبيعية.
البقع السوداء تثير سؤالا كبير، حيث أشار العديد من مستخدمي الإنترنت إلى أن هذا ليس أكثر من مدخل إلى مستودعات تحت الأرض لمدينة أجنبية سرية. وهناك سؤال آخر يثيره التوهج الأحمر والذي لا يمكن رؤيته إلا على بعض الأشياء، فإذا كان هذا النوع من أضواء الإشارة فلمن هذه الأضواء؟ أشارت إحدى التوقعات الأكثر واقعية أن ما يوجد بالصورة هي ببساطة المحطة الألمانية الانتركاتيكية، والتي يطلق عليها كونين، تم افتتاحها عام 2001 وما زالت تعمل حتى الآن، وهي قادرة على استيعاب 20 شخص. الإحداثيات الجغرافية الرسمية للقاعدة هي حقا غريبة جدا من إحداثيات صف الأشياء الغريبة، على أن هذه الأشياء موجودة على موقع جوجل ماب مختلفة تماما عن أشياء هذه المحطة، والتي يمكن العثور عليها من خلال الصور المنتشرة على الإنترنت، حيث لا يوجد شيء مشابه أو قريب في محطة كونين من الصف الطويل المكون من الأشياء الغريبة، لأن محطة كونين تتكون من كتلة مستطيلة واحدة فقط. على الرغم من أن صف الأشياء الغريبة يوجد بالقرب من المحطة نفسها، لكن الأمر يصبح أكثر إثارة للاهتمام بعد مشاهدة صور لنفس المكان عام 2013. في هذه الصورة يتضح أنه من القاعدة الألمانية إلى خط الأجسام الغريبة يوجد العديد من الأثار لوسائل النقل. من الواضح أن الأشياء الغريبة قد تكون قاعدة للألمان، والتي يشاع أنهم صنعوها خلال الحرب العالمية الثانية. هل من الممكن الأخذ في الاعتبار أنه تم تأكيد هذه الشائعات؟ خامسا، البكتيريا القاتلة. في الآونة الأخيرة أعلن العلماء الذين يقومون بعمل أبحاث ودراسات على أراضي أنتركتيكا عن تهديد جديد للأشخاص القادمين من هذه القارة ومن سيبيريا أيضا. وجد الباحثون أن البكتيريا التي كانت في مرحلة البذر منذ حوالي 50,000 عام بدأت تستيقظ، وقد تم بالفعل ملاحظة تنفسهم النشط. يعتبر الباحثون أن هذه الظاهرة تشكل خطرا كبيرا على البشرية، ووفقا للتوقعات فقد نشط عدد كبير من الكائنات الحية الدقيقة في أنتركتيكا وسيبيريا، وبسبب الاحتباس الحراري يمكن أن يؤدي هذا إلى تغير خطير في الظروف المناخية في القارة الأوروبية. ويحذر العلماء من أن إطلاق عدد كبير من البكتيريا القاتلة يمكن أن يؤدي إلى أن القارة الأوروبية بأكملها ستصبح غير مناسبة للحياة. أشار الباحثون إلى أن الأوروبيين حتى الآن ليسوا على استعداد لغزو ضخم من البكتيريا، لذا من الضروري الآن اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استمرار وجود البشرية. سادسا، بحيرة فوستوك. في القارة القطبية الجنوبية وعلى بعد 480 كيلومتر من القطب الجنوبي يوجد بحيرة تقع تحت طبقة سميكة من الجليد تسمى فوستوك، بمساحة لا تقل شأنا عن بحيرة تشاد الإفريقية. أصبحت بحيرة فوستوك المكتشفة تحت طبقة من الجليد يبلغ سمكها 4 كيلومتر، واحدة من أكبر الاكتشافات الجغرافية في القرن العشرين. حجم البحيرة مدهش للغاية، والعلماء على يقين من أن البحيرة كانت معزولة عن النهر الجليدي من العالم الخارجي لعدة ملايين من السنين. وبدراسة هذا الاكتشاف المذهل والفريد تتعلق العديد من الأسرار الغامضة. عندما تم الحصول على البيانات من الأقمار الصناعية المدارية المتجسسة للولايات المتحدة بأن هناك بحيرة تقع فوق سطح الماء مغطاة بطبقة جليدية صلبة يبلغ ارتفاع تجويفها حوالي 800 متر، سجلت الأجهزة نشاطا مغناطيسيا عاليا، والأداء المستمر لبرنامج البحوث الأمريكية تقلص فجأة، وتم طرد الأخصائيين المدنيين منها. كانت الشائعات حول بحيرة فوستوك مختلفة تماما حتى بين المستكشفين القطبيين هناك، وكانت بعض الشائعات التي تشير إلى وجود بعض السحالي والوحوش القديمة في البحيرة. وصف العلماء كل هذه المناقشات والشائعات بأنها ضيقة الأفق ومجرد تخمينات، لكنهم أنفسهم لا يستطيعون الإجابة عن الكثير من الأسئلة، ومع ذلك تمكنوا من الوصول إلى شيء ما. على سبيل المثال، في 10 كانون الثاني يناير 2013 تم الحصول على العينة الأساسية من جليد البحيرة الشفاف والتي يبلغ طولها 2 متر. ساعد التحليل الذي تم إجراؤه للعينة على اكتشاف بكتيريا قادرة على البقاء على قيد الحياة حتى درجة حرارة تزيد عن 55 درجة مئوية، وهذا يعني أنه ذات مرة ستصل البحيرة إلى مثل درجة الحرارة هذه، وربما تصل الآن. سابعا، الطريق إلى العالم السفلي. اكتشف جوزيف سكبير، عالم الآثار الافتراضي المعروف من الولايات المتحدة الأمريكية، طريقا إلى العالم السفلي في القارة القطبية الجنوبية. يتضح في الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية وجود حفرة توجد في الجبال، ووفقا لسكبير
يوجد بالقرب منها شيء متشابه تماما لصحن جليدي طائر. من الممكن حتى في أعماق القارة الجليدية أن تكون هناك قاعدة لجسم طائر غامض. يوجد افتراض بأن هناك قمر صناعي أمريكي ثابت فوق القارة القطبية الجنوبية للبحث عن معلومات التردد اللاسلكي المتعلقة بالأجسام الطائرة الغريبة. وعلى الرغم من رداءة جودة الصورة، ألا أن طبيعتها الحقيقية يمكن تكوينها من خلال الافتراضيات فقط، لكن الدكتور ريتشارد فايلر من جامعة كييف على يقين بأنه لا يوجد شيء خارق للطبيعة هنا. قضى العالم سيكبير الكثير من الوقت في ألاسكا لدراسة خصائص تكوين الجليد، لأنه يعتقد أن هذا هو مجرد الجزء المحطم من النهر الجليدي الذي انفصل عن الجزء الأكبر، وأن كل من الجزئين لم ينزلق للأسفل على المنحدرات، وهذا ما يفسر وجود الأشياء الغريبة. وفقا لرأي ريتشل فايلر، فهذه مجرد قطع من الثلج لم تغطى بعض مع الثلج الطازج. ثامنا، بوابة إلى العوالم الموازية. أدى الشذوذ المغناطيسي بالقرب من الشاطئ الجنوبي الشرقي لبحيرة فوستوك إلى طرح فرضية أخرى من قبل الباحثين والعلماء حول وجود بوابة في أنتركتيكا للعوالم الموازية الذي كان يسكنه مخلوقات ذكية. قام الطيار ريتشارد بيرد بالبحث في هذا المسار، وفي عام 1955 قام الأدميرال بيرد برحلة غامضة إلى القارة القطبية الجنوبية. كانت طائرة الأدميرال بيرد التي كانت تحلق فوق القطب الجنوبي عنيفة تحت الأرض، كما كتب الطائر، أخذه الشقراويون إلى واد مزهر حيث سيكون الجو دافئا ومشمسا مليئا بالأنهار النظيفة وأشجار الفاكهة المزهرة. هذه هي حضارة التجويف الداخلي للكرة الأرضية والتي سبقت حضارتنا بألف عام. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا كتابة رأيكم في التعليقات، وأيضا لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات حتى لا تفوتكم مقاطع الفيديو الجديدة. وشكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.